السلام عليكم. اليوم نعرفكم بمستثمر من ولاية توغورت قام بإنشاء مصنع ضخم لتحويل الحديد بمنطقة تماسين، منطقة صناعية تاع ولاية توغورت التي تقع في تماسين جنوب مدينة توغورت. وسنشاهد صور نتاع هذا المركب في آخر فيديو، واللي نروح نشوف المنطقة هذه ونشوف المصنع اللي تم إنشاؤه من طرف هذا المستثمر الذي عرف يعني عدة صعوبات، يعني عدة سنوات نتاع تعطيل ونتاع صعوبات بيروقراطية ويعني ومشاكل وعراقيل كبيرة من طرف العصابة اللي كانت حاكمة. الآن المشروع هذا تم افتتاحه بدأت الأولى خطوات للإنتاج الحديد من هذا المصنع اللي نشوفه الآن هنايا، اللي يتربع على 15 هكتار. يعني إذن هذا هو المصنع الكبير لإنتاج وتحويل الحديد، واللي سوف يزود 6 ولايات مجاورة لولاية توغورت بمنتجات الحديدية، خاصة في ميدان البناء وكذلك جميع أنواع الأسلاك يعني كل أحجامها. وللعلم أنه المصنع هذا يشغل ما لا يقل عن 300 عامل، ويعني ثلثهم إطارات ومهندسين، وكذلك ينتج ما لا يقل عن 200,000 طن سنويا من المنتجات الحديدية في مختلف الميادين. ونترككم مع يعني المصنع هذا اللي دخل الإنتاج دياله هذه يعني الأسبوع الماضي ببلدية طماسين بالمنطقة الصناعية تاع طماسين بولاية توغورت. أترككم تتابعون ما تبقى من الفيديو، والسلام عليكم.